بسم الله والصلاة على محمد وعلى آل محمد. ايش عندك أبو بشار اليوم؟ والله هذا سنام جمل. اليوم عندنا طلبية. بسم الله ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. طبعا هذا الظهر مال حوار. ظهر كامل هو السنام ماله. يتوفر لدى مطعم كباب الساطور بإدارة أبو حسن المحمدي وبشار المحمدي. صل على محمد. يلبط صلى على هذا طبعا اخوان هذا حبل الظهر هسه هذا هنا جوا السنام راح يطلع ابو بشار هذا حبل الظهر طبعا حبل الظهر السر اللحمه مالته يعني تقريبا اترف لحمه بكل الذبيحه طبعا هذا سنام الجمل عفوا متوفر لدى مطعم كباب الساطور اللي يحب يوصي او يحجز موجوده الارقام داخل مواقع التواصل الاجتماعي يعني الافضل انه يتصل ممكن الرساله ما عندنا مجال نجاوب عليها حتى نثبت له حجز الافضل يتصل ونثبت له الحجز والكميه طبعا قليله طبعا هذا السنام مال جمل بالطبخ بنكهه كلش مميزه يعني انا شخصيا اكثر احنا دائما نحب الحميس وهالسوالف افضل انه يكون بالسنام يعني ينطي فد نكهه حيل طيبه طبعا اكو هوايه يفهمونه ويتواصلون ويانا يريدوه يستخدموه علاج المفاصل فاكيد يعني متوفر هاي الايام اما بالنسبه اللي يريد اضرار الناقه وحليب الناقه طبعا هذا علاج احنا بنعطيه في سبيل الله اللي يريد يتواصل ويا الارقام ابو بشار وابو حسن يعني يدبروا له صلى على محمد بسم الله ما شاء الله شوف هاي كميه الدهن السلام اللي موجودة على ظهر الجمل سبحان الخالق بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله وشوفوه صل على محمد بس راح نطلع ان شاء الله حفل الظهر
صلى على محمد. طبعا اخوان هذا هو حبل الظهر. شوف البياض اللحم ماله سبحان الله، شوف لحمته ورديه بيضاء. هذا تكون هشه اللحمه، هش لحمه الجمل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كباب محمد؟ اي نعم. ايش كيلو؟ كيلو ب 25، نص كيلو ب 14 سفري. كيلو وين بالوحده يلحقني؟ ان شاء الله يلحقنا اكيد. اي والله كيلو وين؟ امر تومر ستار. ان شاء الله. هل يسجل اسمك استاذ احمد المفاسق والدفع؟ ان شاء الله. استاذ احمد سجل كيلو وين جمل بالوحده؟ جاسم طبعا هاي اللحمه مالته الحبل الظهر تصير ترفه كلش بصراحه. هاي اللحمه انا افضلها يعني. هاي الصفحه الثانيه مال حبل الظهر، صلى على محمد. هذا طبعا هذا الظهر مال السنام، هذا شكله 10 ايدك ابو بشار جواك الله تعالى المدبر وينك. هسه طبعا هنا احنا نسميها موزات مو؟ اي موزات او فتشيات.